ست دقائق قال لك المصابون بالصداع النصفي يتميزون بذكاء حاد ولهم قدرة خارقة على الإبداع. سمعت؟ ما عنديش فلوس سيونس. اتيود سيونس. قد ايه؟ 160. ايه هو ما مشاش يقرا لحد فترة. في بالي ما مشاش وما سبتهمش. ايه وش عملنا في الحكاية الأخرى؟ يا ما حكاية. حكيت البسكياتر. هزوته ولا لا؟ هو باش يرضالك؟ شو باش يعمل له بسكياتر؟ هو باش يعطيه الدواء يرقده، واحنا حشنا به يقرا وينجح. يا طبيبة قتي ما عنده شيء راهو. شو يستاهل تعباك وكهو. حتى احنا كثرنا عليه راهو. هي قالت لك هكا؟ اي. سامحني الطبيبة هذه ما قراتش، ما تعبتش، ما سهرتش، كيفاش نجحت؟ عام بار عام بار كريان عام ويتعدى